عايزين بقى ايه؟ احنا كده الحمد لله فرمنا معدل المستوى، فرمناها خلاص يعني مفيش حاجه فيها تاني تتقال، فرمناها. فاحنا عايزين بقى نشوف علاقه مستقيم بمستوى. يعني ايه؟ يعني انا معايا مستقيم ومعايا مستوى، ايه العلاقه ما بينهم؟ عايز اجيب لهم شويه حاجات. الاول هنجيب الزاويه بين مستقيم ومستوى. طبعا خد بالك انت عشان تجيب زاويه بين مستقيم ومستوى لازم يكون المستقيم ده مش في المستوى، لانه لو هو في المستوى مفيش زاويه، هو اصلا في المستوى فين الزاويه؟ فبجيب الزاويه ازاي؟ بص يا ولدي، احنا لو عندنا مستوى زي كده اهو، في متجه هنا عمودي على المستوى ده احنا عارفينه صح؟ حلو. في هنا مستقيم، المستقيم ده بيميل على المستوى بالزاويه دي، الزاويه دي اسمها سيتا، هي الزاويه اللي بين المستقيم والايه؟ والمستوى. لو انا جيت عملت خط كده، السيتا دي هي سيتا دي بالتناظر. طيب في هنا زاويه اسمها الفا، والاثنين مجموعهم 90. انا عايز سيتا ولا عايز الفا؟ سيتا. بس مش عارف اجيب سيتا مباشر، لازم اجيب الفا الاول. الفا هي زاويه بين مين ومين؟ بين نون والمستقيم، يعني نون ومين وهي. بس مش دي اللي انا عايزها. طب بجيب زاويه بين متجهين ازاي؟ بقول جتا الزاويه بيساوي ضربهم القياسي على معيار الاول في معيار الايه؟ الثاني. بس بحط مقياس طبعا، انت فاهم ده من الحصه اللي فاتت، لان دي متجهات اتجاه. طيب بعد ما اجيب الفا اطرحها من ايه؟ من 90. طب ما بدل ما اطرحها من 90، مش جتا الفا هي هي جا سيتا؟ يبقى انا اقدر اساوي ده بجا سيتا. يبقى اذا المنظر ده لو سويته بجتا الزاوية، فأنا كده بجيب الزاوية بين المستقيم والعمودي على المستوى. لو سويته بجا الزاوية، فأنا كده بجيب الزاوية بين المستقيم والمستوى، صح ولا لا؟ تاني. تاني ما أنا هقوله. إحنا جبنا ألفا بالقانون. ألفا هي زاوية بين المستقيم ومين؟ والعمودي على المستوى. هل دي اللي أنا عايزها؟ طب لو هو طلبها هجيبها كده، صح؟ طب مش سيتا والفا مجموعهم 90؟ اي زاويتين مجموعهم 90، مش بيبقى جتا واحده فيهم هو جت ثانيه؟ يبقى انا اقدر اساوي القانون ده بجا الزاويه، لان جتا الفا هي جا سيتا. فلو انا عايز الزاويه بين المستقيم والمستوى بساوي ده بجا، عايز الزاويه بين المستقيم والعمودي على المستوى بساوي ده بايه؟ بجا. بس كده فيها مشكله؟ يلا هات اللي بعده. مثال اهو، ايه؟ مش كتير ان شاء الله. عايز تروح؟ ها؟ مين اللي بيتكلم؟ طب انا مش شايف. انت؟ خليك معايا. بيقول لي عايز الزاويه بين المستقيم ده وايه؟ والمستوى ده. فانا هجيب الهي واجيب الايه؟ النون. الهي اللي هو متجه اتجاه المستقيم فين؟ سالب واحد واحد واحد. والنون العمودي على المستوى هو فين بقى؟ اللي معمول له ضرب قياسي مع ريه، اللي هو 3 2 سالب 1. وعشان اجيب هو عايز الزاويه بين مين ومين؟ بين المستقيم و ولا المستقيم والعمودي؟ يبقى انا هجيب جا سيتا بتساوي مقياس ضربهم القياسي سالب 3 زائد 2 ناقص 1 على معيار الاول جذر 3 في معيار الثاني جذر 14. يعني تطلع عامله كده. شفت ساين جبت سيتا. شكرا. لو كان طلب في السؤال من الاول بقى الزاويه ما بين المستقيم والعمودي على المستوى، كنت هساوي ده بجتا الزاويه. وشكرا. نروح للي بعده. نعم. حد معاه ليزر نضيف؟ عشان الليزر اللي مع فارس ده كلابي قوي. هو فين فارس؟ هو فين الليزر بتاع فارس؟ خليك معايا. طيب بص، احنا دلوقتي يا محترم عايزين بقى نشوف الاوضاع النسبيه. جبنا الزاويه ما بينهم خلاص. الاوضاع النسبيه المستقيمين في الفراغ، اسمع بقى. يعني انا عندي مستوى، لمستوى مستقيم ولا ايه؟ عندي مستوى وعندي مستقيم. ايه اللي ممكن يحصل ما بينهم في الفراغ؟ ثلاث اشكال، حاجه من ثلاثه. اما ان المستقيم يكون بيوازي المستوى،
يعني هو مش في المستوى براه بس بيوازيه. ماشي كده؟ بس خد بالك ملهاش معنى ان اجيب مستقيم جوه المستوى واقول بيوازيه. هي دي ليها معنى؟ يبقى كلمه مستقيم يوازي المستوى يبقى ده معناه ان المستقيم مش في المستوى. او ان المستقيم يكون واقع باكمله في المستوى، مش المستوى بيحوي عدد لا نهائي من المستقيمات. يبقى المستقيم بكامل يعني المستقيم كله في المستوى. او ان المستقيم يقطع المستوى في ايه؟ في نقطه. والشكل ده طبعا شكل مش حقيقي يعني. بص انا هعمله لك بالليزر اهو. مستقيم يقطع المستوى في نقطه. طبعا شعاع الليزر ده مستقيم بس احنا مش هنشوفه عشان الليزر ده عيان قوي. فبالتالي لو احنا تخيلنا ان ادي شعاع الليزر طلع اهو. الشعاع بتاع الليزر اللي طالع هنا ده مستقيم. المستقيم هنا قطع المستوى ده في كام نقطه؟ ده المفروض اللي انا ارسمه على السبوره بس انا مش هعرف. يعني المستقيم المفروض يترسم لبره كده. هعرف اعمل كده؟ لا. طب احدد ازاي العلاقه ما بينهم؟ تعال ناخد واحده واحده. لو انت ركزت هنا، قلنا من شويه ان لو المستوى وازى اي حد يبقى العمودي على المستوى عمودي على الحد ده، صح ولا لا؟ يبقى انا عندي هنا المستقيم والمستوى، ايه العلاقه ما بين المستقيم والمستوى؟ بيتوازوا. المستقيم والمستوى بيتوازوا. يبقى العمودي على المستوى ايه علاقته بالمستقيم؟ عمودي عليه. يبقى النون عمودي على المستقيم يعني عمودي على الهي. يبقى نون ضرب قياس ايه بكام؟ ممتاز. هنا المستقيم واقع فين؟ في المستوى. فلان المستقيم واقع في المستوى فبرضه النون عمودي عليه. مش النون ده عمودي على اي حد في المستوى؟ يبقى هنا النون هيبقى عمودي على ده عشان ده واقع فيه. يبقى برضه هنا نون ضرب قياسي ايه بكام؟ الله. يبقى انا عندي حاله مبهمه. لو طلعني نون ضرب قياسي ايه بصفر ففي احتمالين، يا اما المستقيم بيوازي المستوى يا اما واقع في المستوى. فهجيب الحكم الفيصل ان انا اخد نقطه من المستقيم اعوض بيها في المستوى. لو حققت يبقى جزئي منه او واقع فيه. واقع فيه دي يعني المستقيم جزئي من المستوى، ما حققتش يبقى بايه؟ بيوازيه. طب لو حصل ان المستقيم مش عمودي على المستوى، او اسف يعني النون ضرب قياسي هيه مش بصفر، ايه معنى الجمله دي؟ ان المستقيم او العمودي على المستوى مش عمودي على المستقيم. يبقى ده معناه ان المستقيم لا هو في المستوى ولا بيوازيه. يبقى هو ايه؟ بيقطعه في نقطه. يبقى انا عشان احدد العلاقه، خليكي معايا عشان احدد العلاقه بين مستقيم ومستوى بالبلد اجيب مين؟ اجيب نون ضرب قياسي. في طريقه تانية رياضيه بنتبعها لتحديد العلاقه بين الاثنين، ان انت تجيب التقاطع ما بينهم. اجيب التقاطع ازاي؟ قلنا المره اللي فاتت نعمل ايه عشان نجيب التقاطع؟ نطرشق المعادلتين في بعض، صح كده؟ يعني نجيب معادله ده ومعادله ده ونحاول نخليهم حاجه واحده، ندخلهم في بعض. يعني اعوض بالمعادله دي في دي مثلا، اسويهم ببعض، اعمل اي خرق. فسيادتك اسمعني بقى، سيادتك هتروح مهب بيه، هتروح جايب معادله المستقيم قلنا بانهي صوره احسن؟ بارامتريه. جيب معادله المستوى انهي صوره احسن؟ العام. وتروح معوض بمعادله المستقيم البارامتريه في المعادله بتاعه المستوى العامه. كده احنا شقطنا الاثنين في بعض، طرشقنا الاثنين في بعض، صح؟ طالما طرشقناهم في بعض يبقى احنا هنجيب ايه؟ تقاطع. لو طلع لي ان هم نقاط التقاطع نقطه واحده يبقى هو بيقطعوا في نقطه. لو طلع عدد لا نهائي يبقى هو واقع في المستوى، صح كده؟ لو طلع ان مفيش ولا قيمه يعني مفيش ولا نقطه تقاطع يبقى بايه؟ بيوازيه. فقدامك ده وقدامك ده وانت وشو في مشاكل؟ هات المثال، هات الامثله يا ريس، ركز بقى. بيقول لك اذا كان المستقيم ده يوازي المستوى ده، هو كاتب لي المستقيم بالاحداثيه وكاتب لي المستوى بالعام. بيقول لي هات الف. ركز، مستقيم وازى مستوى، المستقيم والمستوى بيتوازوا. يبقى العمودي على المستقيم اللي هو النون ايه علاقته بالمستقيم؟ عمودي عليه، صح كده؟ يعني نون ضرب قياسي ايه بكام؟ هات النون. اجيب النون ازاي؟
معاملات سين وصاد وعين. ألف سالب 3 5 أضربه قياسي مع الهي 8 2 6 اضرب بقى سين في سين 8 ألف صاد في صاد سالب 6 عين في عين 30 ده بيساوي إيه؟ صفر. حل المعادلة يطلع الألف بكام؟ سالب 3. في مشاكل؟ هات اللي بعده. اللي بعده بيقول لي مديني مستقيم ومديني مستوى، شيل كلمة يوازي دي. وبيقول لي حدد وضع المستقيم بالنسبة للمستوى. يعني هات العلاقة ما بينهم بالبلدي. فعشان أجيب العلاقة ما بينهم هي كم علاقة أصلاً؟ حاجة من ثلاثة، يا بيوازيه يا واقع في المستوى جزء منه، يا إما بيقطعوا في إيه؟ في نقطة. فالفيصل أو أنا هعمل كده إزاي عشان أحدد العلاقة؟ أجيب نون ضرب قياسي إيه؟ اله أو النون عندي هضربه قياسي مع اله. النون أهو. وبسرعة جدا اله هي دي، صح؟ يبقى هضرب 27 زائد 16 ناقص 10 فيطلع 33، هل ده ساوي صفر؟ فطالما النون ضرب قياسي مش بصفر يبقى ده معناه ان العمودي على المستوى مش عمودي على المستقيم. يعني المستقيم مش في المستوى ولا بيوازيه، يبقى كده المستقيم ايه؟ بيقطع المستوى في نقطه. قال لك ولو تقاطعوا هات نقطه التقاطع. فهب بيه عشان اجيبها، اجيب المستقيم بأني صوره باراميتريه. يلا هات المستقيم الباراميتريه. سالب 8 زائد 9 كاف، 1 زائد 4 كاف، 9 ناقص 2 كاف. وعوض بيها في الصوره العامه، الصوره العامه بتاعت المستوى 3 س زائد 4 ص زائد 5 ع ب 76. المفروض ناقص 76 بصفر، بس انا هنا بحل مش فارقه معايا. بعد كده تروح مطرشع بقى، تعوض بمعادله المستقيم في معادله المستوى. يبقى عوض عن السين بده، يبقى سالب 24 زائد 27 كاف، وعوض عن الصاد بده اضرب في 4، وعن العين بده يبقى 45 ناقص 10 كاف بيساوي 76. حل المعادله التلفانه اللي قدامك دي، تطلع كاف ب 17 على 11. وكنت متوقع كده كده ان يطلع لها قيمه ايه؟ ليه؟ لان هو انا مستنتج ان هو بيقطعه في نقطه، صح ولا لا؟ يبقى الكاف هنا عشان اجيب نقطه التقاطع اعمل ايه؟ اعوض بيها في المعادله اللي فوق البارامتريه اجيب نقطه التقاطع. في مشاكل؟ اخر مثال. بيقطعوا في نقطه زي الليزر. مفيش حاجه اسمها كده. هات اللي بعده. بيقول لك يا ولدي هو اخر مثال وفي حصه نازله بعدينا، فخلي عندك دم. قول يا استاذ. خلي عندك دم يا موازي، انت يا رغاي انت. خليك معايا. قولي. ايه؟ مش فاهم حاجة، مش سامع حاجة أصلا. مفيش حاجة اسمها مستقيم ومستوى متخلفين، مفيش حاجة اسمها كده. التخالف ده بيتقاس على المستقيمات بس. اسمهم مستقيمين متخالفين، لكن مفيش حاجة اسمها مستقيم يخالف مستوى، مفيش حاجة اسمها كده. تمام؟ طيب. ملوش ولا بدا ولا نهاية. هو مكمل بقى طبقا للنقط اللي فيه. هنا بيقول لي إذا كان المستقيم لام بكذا والمستوى طه شكله كده، فبيسألني هنا العلاقة بينهم شكلها إيه؟ فسيادتك أحدد العلاقة إزاي؟ أجيب نون ضرب قياسي إيه؟ فالنون عندي معاملات سين وصاد وعين، 1 سالب 2 سالب 1، والهي 3 2 سالب 1. اضربهم قياسي هيديك 3 ناقص 4 زائد 1 0. يبقى دي الحالة المبهمة، إن هما إما أن المستقيم يوازي المستوى أو جزئي منه. ليه؟ ليه يعني؟ لأن دي معناها إن النون عمودي على المستقيم، يعني العمودي على المستوى عمودي على المستقيم، فده معناه إيه؟ يا المستقيم في المستوى يا إما بيوازيه. فأعمل إيه؟ أروح واخد نقطة من المستقيم، 1
سالت 3 3 وعوض بيها في المستوى، يبقى 1 زائد 6 ناقص 3 هيطلع بيساوي 4. هل ده سوى صفر؟ يبقى إذن المستقيم ماله؟ يوازي المستوى. طب لو كان غير دي خلاها ب4 هيبقى ساعتها لما عوضنا بالنقطة في المعادلة حياته ولا ما حياتش؟ ساعتها هيبقى جزء من المستوى. طب هل في طريقة تانية لتحديد كده؟ قلنا نعمل ايه؟ بدل ما نجيب نون ضرب قياسي ايه؟ نجيب التقاطع ما بين المستقيم والمستوى. اجيب تقاطع مين؟ المستقيم مع المستوى. خلينا نخليها دي ار، ولا خلينا ماشي، اروح جايب المستقيم بالبارامترية، 1 زائد 3 كاف والصاد سالب 3 زائد 2 كاف والعين 3 ناقص كاف، واروح معوض بدي في المستوى، يبقى 1 زائد 3 كاف ناقص 2 هنا يعني زائد 6 ناقص 4 كاف ناقص 1 هنا يعني ناقص 3 زائد كاف بصفر. الكاف هتلاقيها راحت صح كده، وهيتبقى لي 7 ناقص 3 4 بيساوي صفر. لما المتغير يطير ويتبقى لك ان حاجتين ما بيساووش بعض يبقى المعادله دي ملهاش حل. طب اتبقى لك حاجتين بيساووا بعض يبقى ليها عدد لا نهائي من الحلول. طيب يبقى انا هنا الكاف طارت، اتبقى لي يمين مش بيساوي شمال صح، يبقى الكاف ملهاش قيم، والكاف هنا بتعبر عن نقطه التقاطع، يبقى المستقيم والمستوى ما بيتقاطعوش، يبقى المستقيم ماله؟ طب تعالى نغير دي نخليها 4 ونحل، هيبقى 1 زائد 3 كاف ناقص 2 هنا يعني زائد 6 ناقص 4 كاف ناقص 3 زائد كاف بيساوي 4. الكاف هيحصل لها ايه؟ هتطير، ويتبقى لي 4 بيساوي 4 كده. ده معناه ان المعادله دي او كاف لها عدد لا نهائي من القيم، يعني المستقيم والمستوى بيتقاطعوا في عدد لا نهائي من النقط، يعني المستقيم جزئي من المستوى. واحد يقول لك هو ليه لما كاف بتطير ويتبقى لي ان اليمين بيساوي الشمال يبقى كده معناها ان كاف ليها عدد لا نهائي من القيم؟ هقول لك لان اي قيمه الكاف هتعوض بيها هنا المعادله هتبقى متحققه دايما صح ولا لا؟ يعني دايما لما حطيت كاف بصفر يعني حل المعادله غير معتمد على قيم كاف، فده معناه ان الكاف ليها ايه؟ عدد لا نهائي من القيم، مهما كانت قيمه كاف هيطلع لي دايما اليمين بيساوي الشمال. في مشاكل؟ فانت هتعمل كده يا تعمل كده، واللي يريح ما عليك. دي حصه النهارده يا عم الحاج.